حب وتضحية وكفاح، قصة حب الأمير طلال والأميرة غيداء. لو جيت تدور عن قصص الحب بين ملوك وأمراء الدول مش هتلاقي قصة زي قصة الأمير طلال والأميرة غيداء. الاتنين دول حكايتهم من أروع قصص الحب اللي ممكن تسمعها في حياتك، حاجة كده زي اللي بنشوفها في الروايات والأفلام. ده كله كوم، وقصة صمودهم قدام المرض والابتلاء ده كوم تاني. أصحاب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء طلال، متجوزين بقالهم 32 سنة ومفيش تقريبا لحظة فيهم حبهم لبعض قل. تعالوا نعرف النهاردة أسرار في قصة الحب دي، وإزاي تعرفوا وانتهت علاقتهم بالجواز. الأمير طلال بن محمد هو شخصية بارزة في الأسرة الهاشمية الملكية، وبيشغل منصب مستشار خاص لجلالة الملك الأردني عبدالله الثاني، ده غير طبعا أنه ابن عم الملك. في سنة 1991 اتجوز من غيداء هاني سلام، اللي بتنحدر من أسرة سلام اللبنانية البارزة سياسيا واجتماعيا في لبنان. وجد غيداء الأكبر هو سليم علي سلام، وده شخصية سياسية مرموقة في بيروت في بداية القرن العشرين. اتولى عدد كبير من المناصب بما في ذلك نائب عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني. الأمير طلال وغيداء خلفوا 3 أولاد، هما الأمير حسين، الأميرة رجاء، والأمير محمد. تعالوا نعرف بقى إزاي الاتنين اتعرفوا على بعض. الأمير طلال اتعرف على غيداء في جامعة جورج تاون الأمريكية، الاتنين كانوا زمايل دراسة والجامعة كلها شهدت على بداية قصة حبهم. اتخرجوا هما الاتنين من كلية العلوم الدولية في جامعة جورج تاون بمرتبة الشرف، وحصلوا على درجتي البكالوريوس والماجستير من نفس الكلية. نيجي بقى لقصة الحب اللي انتهت بالجواز. الأميرة غيداء صرحت في تصريح سابق ليها إنهم اتقابلوا مرة تانية بعد الجامعة في بريطانيا، وقت ما التحق الأمير طلال بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وبعد مدة حصلت الخطوبة وبعدها الجواز، واتنقلت عشان تعيش معاه في الأردن. عقد قران الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء تم في قصر زهران العامر بالعاصمة عمان بالأردن، في حضور الملك الحسين والملكة نور الحسين في 10 يوليو 1991. بعد 6 شهور بس من الجواز اتفاجأت الأميرة غيداء بأن الأمير طلال اتصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، كان وقتها عنده حوالي 26 سنة. الأميرة غيداء ما وقفتش كتير قدام صدمتها، لأ دي كانت على قدر كبير من المسؤولية، وكانت السند والداعم الأول للأمير طلال، وأخدت بإيديه لبر الأمان. وعلى مدار سنتين كاملين الزوجين خاضوا المعركة ضد السرطان وكافحوا سوا علشان يقدر الأمير طلال أنه يكمل ويبدأ علاج ويحارب المرض اللي عنده. وقالت الأميرة غيداء في مقابلة سابقة ليها: كنا محظوظين بأن الأمير طلال اتعالج في أفضل مراكز علاج السرطان في العالم، وأن اللي نفسها فيه وبتسعى ليه هو أن يقدر كل مريض في العالم العربي أنه يحصل على العلاج بنفس الكفاءة، وأن يعرف الجميع بأن المرضى في مركز الحسين للسرطان في أياد أمينة.